نحن نعتبر بأنه من خلال اعتبار سعد المجرد مذنبا فإن المحكمة قررت أعطاء الأفضلية لرواية السيد بريو على حساب السيد المجرد. عندي إحساس كده بيقول لي إن المحامي بتاع سعد المجرد ده ممكن يجيب له إعدام، مش عارف، حسه مش واثق في براءة سعد المجرد أو إن سعد المجرد ما عملش كده أصلا، ومش واثق في نفسه كده مع احترامي الشديد ليه، ولكن مفروض يكون محامي سعد المجرد ده واثق في الموكل بتاعه او واثق في براءته او واثق حتى ان هو ما عملش كده، مع احترامي الشديد ليه، مع اني ما بفهمش في المحاماة او في القانون، ولكن احساسي الشخصي ان هو شخص مش واثق في ان سعد المجرد ممكن يخرج. بيقول ان المحكمة شايفة ان سعد المجرد مذنب وعلى اساسه ادت قرار الحبس. طب فين الدليل على القرار ده، او ايه اللي خلى المحكمة الفرنسية تدي حكم بحبس سعد المجرد 6 سنوات؟ إن المحكمة قررت هذا الحكم بغياب أي أدلة مادية حول ما حصل في تلك الغرفة الفندقية. مفيش دليل، إذن يبقى أنا كمحامي مفروض إن أنا يبقى عندي ثقة في إن مفيش دليل إدانة على موكلي، فإن شاء الله أنا أكون واثق من براءته في الاستئناف، ويكون عندي تفاؤل أكتر من كده عشان رسالتي اللي أنا طالع أقدمها أو ظهوري في القنوات، وإن أنا طالع أعمل لقاء تلفزيوني وأحكي اللي حصل في المحكمة بما إني محامي سعد المجرد وكنت موجود في المحكمة، مفروض أدي طاقة للناس وأمل إن في براءة إن شاء الله، أو على الأقل حب التفاؤل إن ممكن الحكم ده يخفف، أو على الأقل إن أنا هعمل كل مجهودي عشان خاطر أغير مسار القضية دي أو أغير مسار الحكم ده في الاستئناف. ولكن مش عارف، وصلني إحساس كده إن المحامي ما عندوش أمل في البراءة، أو ما عندوش أمل في إن سعد المجرد ممكن يخفف عليه الحكم في الاستئناف، أو ممكن حتى يكون في شكل تاني للحكم على سعد المجرد وما يبقاش 6 سنوات. وبصراحة مش عارف هو إحساسي أنا ده بس ولا وصل لحد تاني. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات تحت، يمكن ما حسش ان انا لوحدي اللي وصلني الاحساس ده. واولا واخيرا اكرر احترامي للمحامي الكبير الفرنسي، واعذروني لو كنت تقلت في الكلام شوية، بس بصراحة انا متضايق جدا من الحكم اللي حصل على سعد المجرد، لان هو ما يستحقش كده، والمفروض يكون في دلائل حتى عشان نقدر نقول ان سعد المجرد يحبس 6 سنوات، وما يبقاش الحبس ده فقط مبني على الكلام بدون اي دلائل مادية. ان شاء الله الاستئناف غالبا هيكون غدا، ونتمنى ان الحقيقة تظهر وتبان. اكيد سعد المجرد اخطأ، ومفيش انسان ما بيغلطش، ولكن مش الغلط اللي يخليه يقعد في السجن 6 سنوات، ومش الغلط اللي يخلينا نهاجمه الهجوم الشديد اللي من ساعة ما سعد المجرد وقع في القضية دي وفي ناس شمتانة كتير، واللي بتتمناه لغيرك بيجيلك. واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، ما تنسوش اللايك والشير، وان شاء الله متوقع تغيير مسار الحكم في الاستئناف. انا مصطفى شريف، ودي قناة نجم العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.